جاية اقطع تيكت لانه انا بقبض باللبناني، وعاطين انه قرار انه من بكرة صار بدنا ندفع بالدولار، وانا بعدني بقبض باللبناني، بقى مضطرة اليوم ادفع باللبناني على قيمة الدولار 1550. بقى اذا اخذوا قرار انه بدنا نصرف على دولار 2200 او 2300 يعني طلعنا بلا مصاري. كيف جيب لهم دولار؟ انا منين بجيب لهم دولار؟ اذا دولار بالسوق ما في.